صح صح هذا المعضلة اللي عرفها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب. ايش كان اسمها؟ رامبل فيرس. ما ادري ليش اختاروا الاسم الصعب هذا. اللعبة توها نازلة يا شباب، حبيت اعطيها تجربة خفيفة، وهذه والله اول مرة اشغل لعبة، فبتوجه البلاي جراوند احاول تعلم لي شوية مهارات. طبعا معروف عنها انها اخت فورتنايت، فهل تتوقع يا عزيز المشاهد انها بتنال ولو قدر بسيط من الشهرة اللي نالتها فورتنايت؟ شاركنا في الكومنتات، نقول بسم الله. ايوه صح عليها الدبة. تتعلم السبيشال اتاك عن طريق قراية الكتب. صناديق كراش هذا وش تسوي هنا؟ ولا اوكي، ظهر هذه الكتب اوميجا ابركت، هذه المهارة. اوكي كذا قريته، تعلمت الدبة. خلاص تعلمنا كفاية يا شباب، يلا. كونكشن واز لوست. رامبل فيرس، ان شاء الله اني نطقتها صح. خلنا نقول دو تجربة الأولى. ايون هذا العصقول الحين خوي، ما اتفقنا والله. يلا بداية خير. لا هنا اخوي، هنا اخوي. الله يكون في عونكم. افا يا دبه يا ولد، تحسه والله من جد مصارعه دبليو دبليو اي، خصوصا اوف خصوصا حركه. خلنا نروي من حركه. طيب الله المستعان، شوف واحد منسدح تجي كذا. هذا كله كان تسخين. وات، مدفع طيرنا كذا. يا الربع ما حصلت الا العصقول هذا معي. لا تكفى، وش ذا يا القزم؟ هذا اخوي الصغير يا شباب، هذا الكدش اخوي. ما عليه، يسخن 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 عليه عادي، الامور طيبه. في واحد جلدنا انا وياه. انا دخلت دو من باب التجربه، لكن مش من باب اني انجلد، على اساس اني اواجه ناس اكثر، فهمت علي؟ السولو كذا نادر متحصل احد عاده. بالمدفع طيرنا. افا سحب علي اخوي. الو اخوي، انا بنزل تحت. لا وش نزلني عندهم هذا؟ اخوي شكله بينجلد. خلنا نشيل الكرسي، ظاهر لا بتفيدنا كتب ولا بيفيدنا شيء. والله جالس ينجلد اخوي. اخوي الصغير ما اقدر اركض اكثر. كفو جايك اخوي. ايه ايه طيرناه ظهر. اوف اخوي مات صح. لا لا وش ذا، وش الغش وش الغش ذا؟ الشغلات ما نعرفها احنا. الاقزام صغار قاموا يضاربون بينهم وبين. لا اخوي صح صح اخوي صح صح. حلو حلو، في كتاب هنا. اصبر يا اخوي اصبر. يا اخوي يا اهبل، جاي يضربني. اشرب اشرب، تجقجق يا بعد حي. تعال تعال تعال، شربينا شربينا صح. وانا اخوي ما يفزع لي. خلاص خلاص انا انسحب انا انسحب. دخلت بين اثنين، دخلت بين اثنين بالغلط. اخوي هناك ساحب النحشه. اه دخل مع هذا اللي كان يشبه اخوي. هذا اخوي الصغير. لا لا وش وش صابني، دوخت 30 ثانية. تكفى يا اخوي. والله اخوي جارد يا اخي، بس ما هو بتيمي. افا كذا خلصنا؟ لا والله عيب، اخوي يجلدني. والله دخل لي واحد صيني يا شباب، شكل هالفزع والله فزع صيني من اسمك. كفو، اي عصقول ثاني هذا. بس العصاقيل والله ما عليك منهم، فيهم هبة. يا اخوي شلون يسوون هذه الحركات؟ اوكي السوبر مود. ها قول بسم الله، نقرا اول كتاب. او صورة العصارة يا شباب، علامة العصار، راح نعصرهم باذن الله. ابغى اجلد، ابغى اشوف احد اعصره. شلا يا اخوي، اقرا اقرا، تعلم يا اخوي تعلم. وفي كتاب ثاني، حلو اقرا. وش ذا؟ حلوين، عصار اخضر، عصار ازرق وعصار بنفسجي. مشينا يا اخوي، حان وقت الجلد. وش ذا؟ اما وش الجقجق الاحمر هذا الجديد في قاموسي هذا؟ هذا ابركت. لا 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 ضغطت بالغلط. اوكي شفتوا كيف العصار؟ كان اخوي ينجلد. اي والله تعال. اجلد عينك انا. طير ابوهم كلهم، اشوف الدمج بس ما اعرف وش السالفه والله. ايوه
تعال ودب عصب. لا لا لا، من وين طلع لي هذا؟ الاخوان اوكي. يخرب بيته. لا 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 لا، ما اتفقنا كذا. ايوه تعال تعال تعال. ايوه حركه ثانيه. صح، اول واحد نطيحه. باقي اخوه، خلنا نقرا لهذا. وين اخوه؟ اخوه نحاش في جلد هنا فوق العماره، بس خلنا مع اخوي. ظهرنا وحش انه صيني. الله يخرب بيتك، من وين جيت يا اخوي؟ يا اخوي الو، اخوي جالس يلوت هنا. هلثي طايح انا، ما اشوفه زاد في الهلث هذا. النجوم هذه وش فايدتها يا رب؟ شربت كل شيء، الهلث ما زاد. وش على اخوي؟ لا 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 لا، 351 خربيته. نحاش من نقل. يا اخي ما فكنا، والله ما فكنا. معي سوبر مود. تكفى يا اخوي تكفى. تعال ريفايف ولا اي شيء. تكفى يا اخوي تكفى. ايه الناس ياكلون، يهينون بالاكل. صح عليك، اسعد لي جوك. خلنا نساعده. هلثي رايح، عطنا شيء ناكله. طيب لا 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 لا، لا والله كذا كذا غلط، والله كذا غلط. يا الربع تمردغنا، اقسم بالله تمردغنا. الوزن هذا كله على الفاضي الكرشه. والله اخوي جالس يتجالد مع اثنين هناك، اقسم بالله نكبوا. من قال لكم صيني؟ ابا والله ما قصرت يا وحش. 1008 لا حول. بس في مردغه كبدايه يا شباب. طيب اللي بعده عصقول بعد. لا اله الا الله، ظهر الناس شخصيه الصيني اللي قبل شوي. صح صح يا ولد، صح 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 صح. اوكي قام العصقول. خلاص خلاص، وش فايدة الشيلد هذا؟ حس على الفاضي والله. شوف يمديه يمردغك وانت ماسك الشيلد. صح صح يا ولد. واضح عليه اخونا في الله انه اول جيم يلعب زي ازل. الله انجلدنا يا شباب. فيه هنا بوكس. طيب هذا في واحد تحت. ايوه اخيرا دجاج. الحين اعرف انه هيل زي الناس. عطنا الكتاب، نقول بسم الله نقرا. تكل. هلا والله. ان شاء الله انه اخويه. تعال يا قلبي تعال. وين منحاش؟ اوه اوف. خلاص 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 يا اخوي خلاص. لا لا يا اخي، نقص نقص. خلاص يا اخوي انت ما حد يتفاهم معك. يا الفزعة يا طيب. تحبس لي الوسخ. انت ايش تسوي هنا؟ انت الكرسي هذا، تعال هناك. ايوه في كتاب. اقرا بسرعة. ايوه يتجالدون الشباب. نظام الوساخة كذا، خل واحد، خل تيم واحد يخلص وبعدين ادخل على التيم الثاني وهو مدمج. بس شافونا. جاني المعضل. جاني المعضل، والله خربته. خربت الخطة. تعال انت تعال. سويت لك. صح صح، هذا المعضلة اللي عرفها. صح عليك. خلاص وسطك الظاهر، خلاص ما عاد بيتحرك. لا تجيني يا وس. اخوي انجلد، اخوي انجلد. وين راح هذا؟ صح ورب اني جالد. لا 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 خلاص، يوم تشوف نفسك تنتهي. تعال تعال دائما منحاش. كيف يقوم خويه كذا بسرعه؟ وش الغش ذا؟ نحشه نحشه هيل. وين الدجاجه هذيك؟ جاي لي جاي لي جاي لي الوسخ.
يا ولد اثنين علي ما ينفع والله ما ينفع والله. انا دريت انه بيسحب على ابو جدي هذاك. والله انا انجلت يا رب. ما في الا سوبر مود صح صح. اجلد ابوهم الاثنين صح صح. يا اخي اثنين على واحد ما ينفع والله. اثنين على واحد غش يا شباب. ما ادري هذا انا اللي سويت الحركة ولا هو. لا والله انه هو. لا والله انه هو. حسبي الله عليك. والله مثل ما تشوفون يا شباب اللعبة عبارة عن طيخ وطاخ، ما فيها اي شيء عن الايم. جاي متحمس، بغيت تصويب، بغيت شيء كذا. اللعبة حرفيا كأنك مشتري WWE. وبس يا شباب هذه كانت تجربة خفيفة، اتمنى نالت اعجابكم. لا تنسوني باللايك، اعطوني رايكم في اللعبة، ونراكم ان شاء الله في حلقة اجمل. شكرا من تسبين القناة، وشكرا موصول كل من دعمني بلايك كومنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.